ميسي ميسي ميسي. صالح غلط صراحة، صالح الضغط الضغط هو اللي دير الاخطاء. شنو نغلط انا؟ انا خديت من الكره نوت هكا انيستا يلا سير تاي كرويف وكرويف وانيستا وكرويف ماشي ميسي وناري. Une menace a été détectée. هذا غلط. يو مرحبا بكم الخوت، معايا فيديو جديد زربت عليكم. ها يوم كاين لا تقديم لا حتى شي حاجه. المهم عندنا مباراه الكلاسيكو غادي نقصر البارسا ضد الريال. هذه التشكيله ديال الخصم ديالي ضد واحد الدري صاحبي درنا تحدي باش غادي نديرو الكلاسيكو. تفكروني انت من زمان البطاقه تاع غاريت بيل اللي عنده ديجا كانت وقال في بيس 2022 يعني شي حاجه اللي قديمه. اوكي بالنسبه للريال كاينه جديده والقديمه كما كتشوفوا هنا، وانا حتى انا كذلك عندي البارسا جديده والقديمه، الاغلبيه قديمه. غريزمان علاش دخلته واخا اتلتيكو؟ حيت كان واحد المده زمنيه في عام 2020 يمكن كان لعب معنا، يعني غادي نقصرو بالبارسا جديده ولا قديمه وريال جديده وقديمه ونشوفو شنو غادي يربح. انا الخطه ديالي كتلعب على الاستحواذ مرتدات الكره الطويله ديال ديشامب مدرب فرنسا هو اللي درتو في كورس مع التعليق في هذا العتيب. مات صالح غيكون صعيب كلاسيك ولا شي حاجه اللي زي ريبونا نايس. خروج دغيا هذا نيمار، هذا نيمار. واو 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 راموس قتلو. يلا غنشيري ضربة سكو اياي. يلا نادي بويو نادي، ولكن باقي باقي الهجمه ديال صداع سير طيح كرويف. واو واو شاد ثلاثة شاد النص. لصقات فالفيردي وكوك هو يباسي هنا هيدو شوية هيدو هي تلتغي شايت باقا 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 ديانا وانا يمارس كورتك شايت فينيسيوس مرتدش ناضي. اوكي البيت الاول كيسطح ولعب ديفونس البارسا ديما مشكل، ما كاينش شي واحد اللي عنده سبيد غيتبع فينيسيوس. صافي اللي مشى صافي مشى تشو دير يبقاو تغلطوا ليا الدراري. ماتش مهم علاش علاش الباسات ما كيصدقوش؟ والله حتى شديتو برا بال بيت باين باين فينيسيوس باين. ومشكلة شديت وانا ب بعدا اودي وبشعر طاغيا يعني جنون كرة القدم. حارس المرمى غير محظوظ بالمرة هنا لأنه بعد الإنقاذ ولا شديت الباص دغيا شي دابا فاموس نادي كرويف نادي اندو زيد نجيبو كورة نجيب دابا دابا ان شاء الله نجيبو التعادل. يا سلام عليك اندو والله كنت قلت يا كرويف تي خرج بوك دخلو سواريز خاصني ندير موتلات مش اكس نادي فيرلير تشوش تا خليه هنا
Oh Dieu, que ça rend des spéciales d'avantage, je rentre pas seul en parc, chef. فاك هنا كان خصني براسي بشوية ولا شي لعيب. واو تلحر بس الله يتم حاربين الماتش فينال ما كيدوش بحالك شوية عليك تجلي لا 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 طيب هو نيش يلا فيري سونتر ايوه لا واو نادي الدراري شو قلب لي جوج لكن نادي ناس ما ساعلة ممكن ممكنش ما كتنفس والو ما يمكنش اوكي سير جيم يلا ميس ديالك ما فهمنيش ليو ربات عليه تشوف هو راح يتصدع وانا نادي على ماتش واش بعان جليتش الحبس هذا نادي تنسيق تقع معاه ولكن ما شداش هاني هاني ركنية الان سير على اوكي اوكي ما انه ديال عند الاستراتيجية بليت هانتوم سي كل واحد يشقى من يمو ديالي عاوتان ليش شنو البلان كورنين ديالو هو عيقت يا صاحبي بعت الركنية دقة وحدة شي لعب حيت ساعة انا فالفيردي ود كل بالك كذا هاك انيستا يلا سير تاي كرويف وكرويف وانيستا وكرويف ماشي ميسي وناري une menace a été détectée واك لاي نادي يلا سيدي دوز ميس هذا بكرة كرة مشدود باسيت ايوه ميسي 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 صراحة غلط صراحة الضغط ضغطي هو اللي الاخطاء شو من غلط انا خرج من الكور انا توش اخر سير حمقى وغادي نفتوش هنا يلا ميسي يلا ميسي التغطية اللي دار تشاوميني النادي نادي دا هنا لا باس نو نوك ديال لي نادي نيمار
اونجو قداش رانا غادي نحشو معاك. انا عندي نزيد هكا في الجناح شو ما عليك. اوكي ادري. سي اوكي ميسي غادي. يا كدري اوكي يلا في هذا شو مالك هجمه مرتده. انا مش قلت لي بيلانج واش انا ضربت ولا هو اللي ضربني؟ الحمد لله صحابني بيلانج. نديرو تغييرات اوكي سنعود بعد قليل. اوكي شكون غادي يدخل؟ لو جريز معنا بعد هنا بلاصه رونالدينيو و ماتش واش من ماتش بوب. اوكي انيستا دابا اوكي نديرو بيدري بلاصه انيستا قصر شي شويه تا هو قريب من عندهم نفس الطاقات. بالنسبه لكانسيلو كانسيلو بلاصه فيل على فيل قادي غارد ديرو شويه جوردي البا ما بانش معايا مسكين اليوم جوردي صافي قبل لي هادشي اللي غادي ندير حاليا. بدلت الميليو شويه ديفونس عرفت دخل ديمبيلي ولا ديمبيلي بس نيمار نشوف نيمار اللي ما قدم معايا والو في الثواني الاخيره غندخل ديمبيلي بلاصتو. اوكي هذا غلط. يلعبها في المساحه هل يا كره خطيره؟ عرفتي من الناس الغلط من التفزيعه ديال كرشيكن شي من اللي ضربها من اللي ضربها نشوف معايا غلط ما بينوهاش من عندك من اللي ضربها فزع ما فزعاش بعيده لا حدا كوندي راه بالسيف ما ياخذ المرتده اوكي ماتش واع مي بدينا وحنا مطايفين. يلا شوف لك هذا شوف تشو كره بغاتو حتى الاخر هات تفزع كيفاش تيكون حيدو الدراري كره حيد كره وتشوف بيتها بالاخطاء هنا شو حيدو صدع هنا لا حول ولا قوه الا بالله. ماتش كامل حنا مشادين جات الاخر وزباله عليا ديال السيك مبابي كي طايب شوف مش دود وانا كنت باسيل ايوا هيك كان عين ضربها مكانش خصني نباسي نادي غريزمان طيب هوني تبارك الله على السيبويور دي يونغ فيق معايا رودريغو عدى وتوغل هنا يلعب كره طويله الى
يلا مع الميساج مع قلب انت مع شوش تدير. خاطرش تقعد فركلت انا ناخذ دي كره غيصفى الحكم صافي مزال ملي فزعات اللي هنايا انا ناخذ كره غتمشي شوف صافي هكا ما يصفى لك سي كون ما كانش الخطا ديال كون ما كانش خطا تاع ديال السيغن في هذيك الهجمه كان بامكان ان نمشيو لاشواط اضافيه ولكن الماتش ناضي زايا المهم ماتش الكلاسيكو دز ناضي كندي مازال غادي يجيكم ان شاء الله شي ايبيسودات اخرين بالنسبه للاحداث تاع اليوم الاثنين راه كعرف كتكون كالم ماشي بحال ديال الخميس اللي كنصور لكم احداث الخميس الا كانت شي حاجه مزيانه راه كنديرها ما كانش راه كن ما كنريكورديش كنلعب غير اوفلاين وكنتسنى المهم الفيديو كنتمنى يكون يعجبكم ان شاء الله باقي الميمز باقي شحال من حاجه بغيت ندير لكم مازال عليها محتوى وفيديوهات كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومنت ونشوفكم فيديو جديد اقترحوا لي شي تحديات اللي كانوا يعجبوكم عاوتاني نبقاو نديرو بحال هكا مره نزيد بيسات